حكم الغريب تفرد جناحا السلام مكتوب عليه حكم الغريب تفرد جناحا السلام وتوسط نور السفر زي نجمة في قلب سوقك للسمحة أمرقي قدامي ما بنمشي معاك يا ولدي ما بتخاف من ربك فك البيت مع شوف أيه سوق العجوز دغاتي بنت فيها أنا ما بتشوف أمرقي كان رديتي كان بيتي بتمشي قلت لك أمرقي قلت لك بتكني أمرقي فك البيت يا دنيا مع شوف أيه عايزولك ما تحفظ دمك الغريب ادمع حد سوق ولا قنعان من روحك قلت لك فك البيت يا زندية كمان ما هو متراجع عجايب ادمع حد سوق بتكلم منو يا زندية حرمها السعدي قيام تكتربه لا تبقى مع الحيين لا تبقى مع الميتين يا زول من وين انا من بلاد الله الواسعة شين جابك هنا جابوا عجلوا تعال انا في رجال والله فريد طقه تاني ما بزيدك فوق شيل سلتك زندية ياك
انا في رجاك زنديه تعال انت والهوان ده. ان شاء الله يوم شكرك ما يجي. ان شاء الله يا ولدي يوم شكرك ما يجي. يا عم جابر يا عم جابر ده الشيء اللي بنبليه عليه ضميري وايماني يا عم جابر. ما في غير كده. خلصتنا من بلا. الله لا جارك. الله لا جارك يا ملعون. ادخل اتفضل. لا لا خليها مرة ثانية مرة ثانية الله يرضى عليك. مرة ثانية وين؟ مرة ثانية. ما بتفوت. بجيك مرة ثانية. ما بتفوت الليلة. الليلة أنا أسقي الحلة كلها شايبه لبن. أمشي يا بنية. أمشي ولع النار. أمشي. أمشي ولع النار الليلة يوم فرح ويوم سرور. أدخل يا ناس. أدخل يا عالم. آخر انبساط وتغني على وين إن شاء الله قاشر كده؟ لا ما خلاص ما حيردوا علي تاني. محتاج لي في حاجة؟ دربك ما مرق لكن يكون في علمي. أنا حتى بعد الزواج دوري ما حينتهي أبداً. عارفة أستاذ أنا ماشي وين؟ معزوم عشاء مع السيد بدر الدين شخصياً. ما تقول كده. الليلة عن طريق الصدفة بس عرفت إنه ضب يبقى خالك. أيوة فعلاً ضب خالك بس دي تفرق فيش يعني؟ لا أبداً هو بس يعني معلومة مزعجة شديد شوية. والله أنا ما معك في رأيك ده يا أستاذ بدر الدين. هي ممكن تسبب لنا شوية مضايقات لكن ولا يهمك الموضوع بسيط. ناس البيت الجوة. مرحب مرحب حباب السلام. النخيل السلام عليكم حبابي. مرحب. أبوي مرسل لك اللبن ده. يديك العافية كتر خيرك. تسلم يديك. لا 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 يوسف ما قتلته. لا 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 بسم الله الرحمن الرحيم حول ولا قوة إلا بالله. يا لطيف يا الله يا رب تستر يا الله. هدى مالك في شيء؟ ما في شيء. لا في شيء. انت من الصباح ما طبيعي حاسس ما في شيء. ده موضوع خالي مش كده بعد ما ابوك قريب ما عارفه يا عبد لكن زي اللي صدم حاجه كده ما متوقعه ولا عامله حسابها. وده جاي مش كده؟ ما عارف انا ذاتي من امبارح حسابي متوتره ومتلخبطه ما عارفه اعمل شيء. ناس البيت الافندي. مرحب مرحب حباب السلام. السلام عليكم حباب النخيل. تفضل. جبت لك كلمه من الدونكي. النخيل التعب لزومه شنو النخيل؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما في تعب. التعب لزومه شنو بالشيخ جابر؟ تعبك راحه ود القبائل. انا النخيل لكن انت مالك؟ بجيب لك كلمه للحمام. هاي لكن ما تتعبي انا ما بجيبها النخيل. ما في تعب يا الافندي. أبوي قال لك تجي تتعشى معانا الليلة. سمح. وبرجاك تصلي معاه العشاء. سمح حاضر. قولي له جاي يكتب. بكلم. الله يديك العافية. ودعتك الله والرسول. شوف يا هارون الزول ده ما نرخي له.
ينطري الطوالي وما عنده قعد معانا. لا 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 لا، انا اكثر منك مصمم على مساله طردك يا اخي. انا حامد داعم لي نفسيات، ماسك في الزول ده قوي، عشان كده اضغط حامد وحامد لو طرده. انا اعذب لك عذاب ابقى لي في رقبته. والله لو ما وافق طرده استنى سي نوار الفريق بدورك هذوليت منو بالحق. اي لكن يا عقيد يا اخي البنيه دي صغيره يا اخي، لسه شابعه يا اخي، ما ممكن يا اخي الكلام ده، والله صعب جدا يا اخي. هذول انت تحمد الله في قوتك وحلف ها هسه انا اللي علي قرشين الا عرس ثاني وثالث. لكن يا اخي انا والله العظيم يا عقيد ما عايز اربط مصيري بمصير البدي يا اخي. وانت قال راجل مثلك الافندي يا زول دق صدرك ولا تتردد يا اخي. دي والله العظيم السلام عليكم. الله لا يسلمك، اجابك هنا شنو هذول؟ انا ما قصدت شيء عقيد. هذول فوت مش حصل رفيقك. كان رفيقي وكان صاحبي الا خلاص فارقت سكته. هذول قلت لك ما دارين اشوف خليقتك دي فوت غادي ما دارينك. تعال يا اخي كده اجيب اجيب يا عقيد اجيب اجيب يا اجيب، يمكن الزول ده جاينا في خير يا اخي. تعال خير جاي بيجي منه الخير يا اخي. تعال خلينا نشوف حكايه شنو يا اخي. انا بصح باريت زنديه وسويت مثل ما هو سوى، الا بعد ما شفت الحصل لي بعيني خلاص فارقت سكته. شن جابت لي ولا العداوه والكراهيه؟ والله يا اخي الحقيقه الحق ده زيه ما في يا اخونا. بدور اقول لك يا افندي زنديه كاين قايل زولا ما في زولا زيه وما في زولا مال عينه الا بصحه ووالده. حفيت منك يا افندي انت كنت مع الحق هو كان مع الباطل وربنا نصر الحق الحمد لله. اذا اسمع انت اسمك من اخوي؟ انا بقول لي بعشوم الا اسمي حمدان. ايوه كويس جدا. ها وجابك شنو داير شنو؟ بدور اشتغل معاكم. شوفوا لي شغله معاكم. تشتغل معانا هنا؟ اي ما عندنا مانع وكمان بنديك ميه. كتر خيرك يا افندي. امشي الله مش عليك انا بغادر. عقيد اعفى مني عقيد، انت الخير والبركه. اقول عافي منك يا بعشوم. حمدان عافي منك يا اخوي، عافي منك عافي منك. تمشي حصل رفاقتك دي لك يا زول. امشي 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 وضحتكم الله. امشي عليهم. سبحان الله الافندي الزول كان مغشوش ساكت. ايوه خالد خالي المشهور بيضبة خالي يا رشد، بفخر به وبتشرف به قدام اي زول. يا عادل لكن الراجل ده ما قال حاجه، بس لما عرف المعلومه دي قام شويه كده. شويه شنو؟ ما تتميع شنو يعني؟ انزعج يتراجع غير رايه؟ انا لازم امشي له، ما يقعد يتزاوغ مني ساكت. يا ايوه يا لا. يا ابني والله نحن مرحبين بك كل الترحيب، وما في لحظة واحدة بس نحن يترددنا فينا ان اديك البيت. والله يا استاذ بدر الدين انا بس شفتك كده يعني اتغيرت شوية لما عرفت معلوماتين نضبط وقال لي خالي. هو يعني في الحقيقة كانت مفاجأة يعني نحن ما كنا متوقعينها ابدا. يعني انا كنت معزوم في حفلة رسمية قاعد جوا قاعد جنبي اداني المعلومة، لو شفت والله بطريقة استفزازية انا زعلتني جدا والله ما قلتها منه اطلاقا. انا عايزك تعرف معلومة يا استاذ بدر الدين، انا بحترف لك انه ضب خالي خالي وعنده مكانة كبيرة جدا جواي وبحتاج زبو جدا، ما بهمني كلام الناس زي كلهم. عايزك تعرف انه خالي ضب اخو امي شقيقة، ودي حقيقة ما بهمني لو كل الناس يعرفوها. السلام عليكم. مرحب أباب النخيل. الأفندي الشيخ جابر كيفنا؟ أريد حالك زين؟ عليك طيب إن شاء الله طيبة. الحمد لله الحمد لله. الله الله يساعدك يساعدك جميع. كيفنا؟ الحمد لله رب العالمين. بشوفك قاعد براك، تعال لي بلدنا دي. بلدكم ما سمح بالحيل. أسمح بلد في العالم؟ أي ما كذي؟ أي والله سمح بالحيل. شين عجبك فيها الغريب؟ هي ابناء النخيل الطيبة والمحنة، وفوق ده كله البعد والأمان. وهناك ما عندكم أمان؟ الله النخيل ما كل زول بشعر بالأمان على النخيل. خلاص أقعد معنا لا ترجع. هاريت هاريت هالنخيل. شين جابرك للرجوع؟ عندك مرة وعيال؟ لا لا ما عندي. خلاص أقعد معانا وسوي لك جنينة هشاب أرض الله أزرع وأحصد. إلا لكن النخيل عندي أمانة ناس بدور رجع لي سيادة. خلاص ودها ليهم وتعال تلقانا في رجال. سمح سمح النخيل. ودعتك الله. ودعتك الله والرسول النخيل. مشينا لك في المكتب ده قالوا لينا جيت هنا.
والله لو عارف انك كان غشيناك كان احنا لانه جينا بالشارع ده ذات. انا اليومين دي القعاد بتاعي كله هنا عشان غير ما عارفين الموسم الزراعي بدا. طيب نحن قمنا بحصر كل المستندات، كل شيء تلقاه مفصل وين؟ هنا ده. المصانع والمعاصر والمزارع انواع كلها هنا. المهم ارتحتوا؟ عرفتوا كل شيء؟ لكن كنت مدكن حاجات عجيبه، دي سويتها كيف يا لعنه؟ المهم انه الامور كلها وضحت. فعلا. ايوه. لكن ما بعيد يا حامد اخوي نكشف لك شيء مدسوس. يا زلمة أفوق أمان موية تحتبني أنت يا يا جماعة أنا عاهدتكم عهد الصدق فعلا فعلا ومركت لكم كل شيء وبالتفصيل ومن نفسي. السلام عليكم. أعوذ بالله. أبو الباص إزيك؟ كيف الحال؟ إزيك يا أبو الباص؟ جديد؟ كيف حالك؟ الله يسلمك. كده تعالى ادينا خبر السرقة في السوق دي يا أخي. كدنا جور نفسين؟ جور نفسين؟ سمعتم يا خبر مخزن حمد النيل اللي اتكسر؟ اي لكن ما قالوا ما في شيء كثير كده يا شباب. كيف ما في شيء كثير يا شباب؟ علي الطلع 3 كراتين قماش ساد عليهم الاول كلها مستورده. بالله ما قالوا لنا كده. و5 كراتين نعلان. شد مستورده. لكن الخبر الجاني قالوا للشارع حاجات بسيطه. الجاي والجاي خليه. علي الطلاق وعلي الحرام مفارش وملايات ساقط شي كثير. انت يا ابو الباص جايب الخبر ده سمع كده التقول شايله انت. اشيله؟ شيله كيف يا سيد حامد؟ ونحن بقى عندنا قدر نشيل خلاص راحت علينا. اطلع من دورك انت، علي اليمين انت تشيل بلد بحاله. كان زمان علي الطلاق الواحد فينا زمان يشيل جبل يقوم به، لكن هسه ما طارت. انت اسيا يا ابو الباص الخبر حق اللي سادك بتاع تدريس دحين ما شلتها؟ قلت اشاعه سعد. اشاعه؟ طيب الشارع منو؟ الشارع معروف كلكم عارفينه الا ما بتقولوا. انت عارف؟ انت ذاتك عارف؟ حرام ماني عارف. اها الشارع منو؟ اخي امنا ونحن يا سيادو بعيد بعيد من المشاكل. طيب يا ابو الباص المخزن بتاع الاسبيرات الكشر منو؟ ما كسرته انا يعني. انت عارف الكشر؟ اخوي الاسبيرات دي انشالت. مشت وين؟ اشتراها منو؟ ده كله عارف. الا ما بنقوم عليه طرقنا قدامك ده واقف لما ينباعد. انت يا ابو الباص دحين لغايه هسه تكون كسرت لك كم مخزن كده؟ كثير. الا في النهايه سوينا شنو؟ بقينا نشحت. هل ما داير اننا واقفين دون داير يشوف خبرنا؟ لمتنا الشوارع والكوش. يعني يا ابو الباص بتتكلم بالصح كده زي التبته كده يعني خلاص ولا شنو؟ اصبر عننا يا سيد حامد. السجن هاد دخلنا. عليه الطلاق انا ما في سجن في بلدي ما خشيت. رايك شنو؟ عليه الطلاق انا عمري راح ساكت كان في سجون. امسك امسك يا ابو الباص هاك هاك امسك. كثر خير كثر خير ما بتقصر. قول انك في بلدي عندنا دور غيرك. ما تتقطع يا ابو الباص ها؟ اتقطع؟ أنا قدامه ذا حبل؟ لذيذ يا أخي. لذيذ شنو يا حامد يا أخي؟ لذيذ شنو؟ يا أخي ضيع الزمن مع واحد زي ده ومدي فرصة وفتح نفسه كمان حاجة زي دي يا أخي؟ شنو يا حامد يا أخي؟ حرام ومتردد سجون وما في زول في السوق ده بدخله مكتبه، ينتظر أحبه وكأنه زول. تتبالي يا أخي زماننا كله مع زول ده. تتبالي يا حامد يا أخي. يا جماعة مالكم بالراحة. بصراحة كده أنا برتاح له. يا أخي زول ظريف عنده قصص ونوادر لذيذة جدا جدا بتونس معاه بتسلى بفرفش. أنت بتغيظني بحركاتك دي غيظ ده اللي بيخلينا نتجنن ونغلط معاك نحن كده. يا جماعة كده سيبوا المواضيع دي نرجع للشغل ونراجع الكشف الأول اللي هي
الزول الجميل الزول الجميل خلقه وجميل الضاو وشو قمر سبوع ريش النعام دراعو لحم بفريق لا جاب عجاج فكراعو حبي وحب لويس واتقلد فراعو النخيل كيف حالك اللي حباب الجابر علك طيب حبابك الحمد لله حباب نوارة الفريق مرحب بك كيف حالك تسلمي الحمد لله الافندي انا كنت بدور اشوف البندر اصلي ما فارقت مقنقر قالوا البندر ده فوقه حاجات سمحه بالحال وقالوا كمان البنوت لابسات الحرير والقماشات السمحه وسوات الالوان فيه وجوهين لكن هالنخيل عليه كمان الله ده كله مصنوع ساكت مزيف نخيل والله العظيم الجمال في النغاء وفي الطهر وفي العفة سلام على النخيل الجمال على النخيل والله في الوش الندي زي الزهر الندية اعلم الله جمال على النخيل في الطبيعة في الشلماء فيه وزيفة على النخيل أنا غررت على النخيل أقعد معاكم هنا في الحلة دي بس أي والله وكمان على النخيل بسوق عقيد وبمش ليه أبوك واطلبك منه عديل كذي عليكم السلام ورحمة الله طيب كيف حالك الله يبارك فيك تفضل على فندم تفضل كيف حالك الله يخليك حبابك عشر شرفتنا يا الله يبارك فيك كيف حالك نحمد الله ونشكر طيب استريح البيت بيتنا الله يرضى عليك بارك الله فيك يا عم استريح كيف حالك الله يبارك والله شرفتونا الله يبارك والله نورتونا كثير حرام الله يبارك ما شاء الله تسلم كيف حالكم الله يخليك ان شاء الله طيبين نحمد الله الله يبارك فيك كيف عم جابر الحمد لله عم جابر الافندي انت بتعرفه سمع وانا بدور اشكره لك لا لا بعرفه عرفت الطق زول حاره وجبه السهل الافندي بدور ياخذ بيتك النخيل حباب عشر بشربيه شربيه الافندي ونديه بخاطر طيب الله يبارك فيك بارك الله فيك عم جابر عشان تطمن الافندي يوريكم من وين واهل وياتوا قبيله ومن ياتوا بلد اهله وقبيلته ما علينا بيهم غرض نحن بنعرفه هو وزول كل بيقول انا ثلاثه ما بقول اهلي قالوا ما قالوا وكانوا ما كانوا انا علي بالزول قدامي وبس والله كتر خيرك يا عم جابر الله يكرمك بارك الله فيك الله يديك العافيه بس امهلوني يومين ثلاثه مشان نشاور اهله مشان نسوي الاصول على ولدي اها يا حامد زولك الرصد الخلا بيجي بيتين بيخلص من شغله وبيرجع الزول درس اللي وخليه يجي حاسبه واصرف يا جماعة نحن مش اتفقنا انه نأجل الكلام في الموضوع ده ما في اي تأجيل للموضوع ده وما دايرين اي مماطلة الزول ده ينطرد طوالي يعني ينطرد واضح الكلام ده على العموم هو قرب يرجع ولما يرجع يحلها ألف حلال لما جو يتخرج في بيتها بعد ما أبوي علم يصدقالك قلت خلاص حكاية وحلة تجي انت تقابله بنص ساعة تغير رأس تعلم انت عمل دلوقتي لا ده السر مين يا أبوي بالمناسبة قال انت ولا شجاع وشك وعايزك عشان نتكلم عن خالد والله والله جدا الفندي كيف قيلت؟ النخيل لعلك طيب الحمد لله بشوفك ديما فكرك مشغول وسارح بعيد النخيل راسك فيه كلام كتير الفات مات بخير وشره ارميه وراك خلك منه اريتها النخيل اريتها النخيل اقدر اقلع وارميه اريت اقدر امرق من جواي قر علي
الفات مرو قاسي لي عين كدي. صحيب بالحيلة النخيل، صحيب صحيب وقاسي. أنا النخيل مشيت في درب نعوج بالحيل، تهت فيه مشيت فيه بعيد بالحيل، وكنت بعيد لقيت كل شراحة النخيل النخيل. في شان كذي بشوفك مهود ووجهك مسافر والحالة عليك صعيبة خلاص. النخيل انت طاهرة وعفيفة ونغية، أنا ما بدور ربطك معايا النخيل. لا لا غيرك ماني دايرة، لا تقول كذي، خصمتك بالرسول لا تنضم، راجل غيرك بمسكني ولا يقربني ما في، اتراك لي وتلي وانا ليك. طيفت عليك يا النخيل، عليك امان الله شت هم كبير خلاص من صدري، الله يفتح عليك. انت برية من الهم. انا النخيل ان اقول لك يا النخيل الا الله يسوي فيها الخير، انا بمشي اللبيض وبجيك، بجي راجع في اسراع. تفوت تخلينا؟ لا لا ما بخليك، عندي امانات بمشي اوديهن وبجيك راجع طوالي. الله يوديك ويجيبك لنا بالسلام. وكمان على النخيل اول ما اجي نعرس طوالي على النخيل. اللي المبانيك ولو صارف عليك موجود، كلام الفيكا زي خنق الحبل للعهود. هالرزاق مقسم والعمر محدود، والهوى عن كريم باب مو مسدود. الناس كلهم نسوك إلا أنا يا ضبة ما نسيتك، ما يتجزوا مني أنا وإنت مع حاجة واحدة. تتذكر يا ابن دي إنت وين هسه يا ربي؟ تشرد طاشي بالبلود، لكن أنا معاك ما تشيل هم، طالما أنا حي ما بتجيب عواجي يا ضبة. أنا معاك للنهاية للطيش، أبشر بالخير. ها وضعتك الله والرسول يا عجيب. وضعتك الله على فندي. برعاية الله. الله يبارك فيك. طيب يا عم جابر، برعاية الله. وضعناك الله. ودعناك الله والرسول. ابقوا 10 ان شاء الله. ابقوا 10 ان شاء الله. ما تدخر علينا ازول، اسبوع وترجع. ازول تدخر شنو؟ انا عندي جهه قبل عليها بلاكون عليك امان الله يجيكم بسرعه شديده بالحيل. ايه ما تدعتك بسرعه تجي صاد. سمح. ايه النخيل، ودعتك الله والرسول النخيل. ودعناك الله، ودعناك الله، ودعناك الله والرسول، ودعناك الله والرسول. الله يجيبك بالسلامة يا ولدي، الله يجيبك بالسلامة. زولك مما جي من الخلا طوال راح على المكتب، 3 ساعات ما جمارك. خلانا نحن نزوزي بيجي يا أخوي، ما نمشي عليهم. نمشي على منو؟ نمشي علي حامد. أنا مستحيل يعني تلاقي الزول قاعد مع عودة. يا ربي حس حامد باقي لك بطرد طوالي. الله يا هارون اخوي، حامد ده ما مفهوم،
عنده امور بتاعت لف ودوران كده بيعرفه براوة وما بيقعد ذاته ساعه يا اخي. يا رب بس يكونوا بقوله في شنو. اها ولاقيه الزنديه؟ ايوه ان شاء الله سلمته الامانه. والله الحقيقه سيد حامد ما كان في طريقه. كيف يعني؟ حقيقة كده تقابلنا في ظروف ما كانت كويسة يعني. ما كويسة كيف يعني؟ يعني أنا لما مشيت هناك انتظرته كده ويوم يومين كده وبتاع، فالحقيقة لما جاء قام مشى خش كده لبيت واحد راجل مسكين كده وساق بيته بالقوة. أوعى تقول لي دخلت في الموضوع. أي لكن معقول يا سيد حامد أنا يعني أشوف حاجة زي دي وما أتدخل؟ ليه؟ ليه يا صلاح؟ ليه يا أخي؟ ما ده تصرف استفزازي جدا جدا يا سيد حامد. يا اخي انا كلمتك يا صلاح الدين 200 مره، قلت لك يا اخي المنطقه دي منطقه بعيده ونائيه وليها قانونها وزنديه هو الفاهم ومو فاهمينه. هي لكن بالقسوه والوحشيه دي يا سيد حامد ديل عايزين كده يا اخي؟ بالعكس بالمعامله الطيبه ان احنا قدرنا نكسب الناس وفي وقت وجيز جدا انجزنا انجازات ضخمه جدا. هو فعلا انجاز. على العموم ما علينا. نعم اخليك تمشي البيت ترتاح شويه وبمر عليك في المساء ونواصل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يسلمك يا حاج سليمان. الله يخليك. ما شاء الله ما شاء الله. والله مشتاق لك شو. والله مشتاق الاشتياق. كيف حالك؟ الحمد لله. صحتك تمام؟ كيف؟ الحمد لله والشكر لله. كويسين كلهم في أمان الله. تمام التمام. ما شاء الله ما شاء الله. بس كلهم كويسين. كلهم في أمان الله. الحمد لله رب العالمين. ها صحتك كيف أنت؟ أنا تمام التمام. ها؟ أنت إن شاء الله تكون مشيت الأولاد. الحمد لله رب العالمين. الأولاد؟ أي الأولاد. ما شاء الله كويسين في أمان الله. لكن طولت منهم. لا 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 ده كلام شنو ده ليه طولت منهم؟ أنا أقول لك شنو غاد مشيتهم مرة واحدة. لا لا ما في كلام زي ده يا حاج سليمان. ثاني كل مرة تمشي لهم كل شهر. أنا هأديك مصاريف وأديك هدايا توديها لهم. كتر خيرك وبارك الله فيك. يا جماعة يا جماعة ما تتعجلوا الأمور. ما تضيقوا. ليه ما جيتوا سلمتوا عليهم؟ منو اللي بيسلم عليهم؟ أنا حرم يدي ما تلمس يد الزول. شوف يا حامد. نديك فرصة أسبوع بالكثير. الزول ده خارجته فبها. ما خارجته عندنا معك كلام ثاني. يا ابني كلنا نتجمع في بيتي هنا. أقرب المقربين لك وأقرب المقربين لنا. شفت كلنا نتجمع هنا في بيتي يعني يتلاقوا يتونسوا يتناقشوا يعني يتعرفوا على بعض عشان يتعرفوا بعض يعني. فعلا هتكون مناسبة جميلة جدا. والله هتكون مناسبة في غاية الظروف. فعلا هتكون على كلامك مناسبة جميلة خالص. أنا يعني في الحقيقة جتني الفكرة لكن قلت يعني أشاور قبل ما تحصل أي حاجة رسمية. يقعدوا كده ما شاء الله كده الأسرتين مع بعض يعني في قاعدة عائلية ما فيها رسميات ولا حاجة ويتشاوروا ويتعارفوا. بعدين في حاجة مهمة جدا أهل هدى يا أخي أخ الهدى والله مجنني عاوزين يقابلوك ويشوفوك ويتعرفوا بيك. والله يا أستاذ بدر الدين أنا برضو مشتاق ألاقيهم عايز أتعرف عليهم. سألين عنك طوالي والله ودي فرصة يا أخي عشان تعرفهم بنفسك على الأقل. حددت موعد يا بدر الدين؟ إيه رأيك يوم الخميس الجاي في المساء؟ خير ان شاء الله. ان شاء الله يا ابني. باذن الله. باذن الله. لكن والله فكره يا عادل يا ولدي. نمشي نلاقيهم ويلاقونا. نداخلهم ويداخلونا. ايوه. ويوم الخميس من اول النهار تلقاني جاهزه في رياضه. ان شاء الله. عشان تعرفي معزتك عندي خاله عندي بريده جدا. انت اول زول اكلمها. عادي عادل يا ولدي تعرف ريتك جوا وقلبي. الله يخليك. والله يا عادل. وربنا بيعلم انا خدتك وين. الله يخليك. ومتمني اكلي تلقى برادك ان شاء الله. وكان عرست البيت دي يا ولدي. عجبتك يا خال؟ عجبتني شويه دي يا عادل يا ولدي. ريتها يا اما بنت السرور الهديه الرضيه الراسيه العديله بنت الهنا والمنى. والله عاد ما في بيت بتشبهها. حتى كان قلت لك في بيت بتشبهها كضبط عليك. والله انت يا ولدي ما اخذت البت المتعلمه الفاهمه بت الاصل والفصل. ما دام عجبتك يا خاله مشكله ما في ثاني. خلاص اتفقنا يوم الخميس نتلاقى ان شاء الله. الله يتمم لك بخير يا عادل. ان شاء الله باذن الله. انا امشي بعدك. لكن حي يا ولدي. مالك يا خاله؟ فيش خالد. خالد اخوي يا ريت لو كان في عادل يا ولدي. ما كان ده يوم المنى. ما في منه خبر يا عادل يا ولدي. والله يا خالة ما في، الأخبار منه مقطوعة خالص. كر علي. كر علي يا أخويا ولد أمي وأبوي. كر علي يا حبيب قسعد. ما معروف وين أنت.
عادل خليت لك في رقبتك يا ولدي. خالك خالك ما يمرق من بالك يا ولدي، محتاج لك كثير، ويا كيدة الوحيدة المهتمة به يا ولدي. أنا خالي عمره ما غاب عن بالي لحظة واحدة يا خالة، بس المشكلة الطريق له كيف؟ كيف؟ الحقيقة يا سيد حامد أنا مضطر يعني أقول لك يعني حاسيب الشغل معك للأسف. كيف يعني؟ يعني الحقيقة في مشيتي لي أم جينجر دي أنا لقيت ناس طيبين كده في بيت ممتازة جدا، قررت أني أتزوج وأستقر هناك. بس يا حامد نحن ما صدقنا اللي فيك، تيجي تخلينا يا أخي وتمشي يا أخي. ما يعني هي ظروف، بعدين يعني أنا ما حغيب عنك، حأزورك ومشاريعك في أم جينجر حتكون تحت النظر إن شاء الله. ما عارف أقول لك شنو، لكن طالما دي رغبتك أنا ما حقدر أقف قدامك. ناوي ترجع متين؟ يعني يومين ثلاثة كده إن شاء الله شيء نفسي وأتوكل. خلاص أنا برضو في الفترة دي أجهز لك شوية هدايا وبعض الحاجات كده مني لك يعني. كتر خيرك. بالتوفيق إن شاء الله. عملية غريبة يا أخي، ونحن قعدنا نزوزي من برندة لبرندة وهم بهناك يشربوا في البارد وفي الشاي والجبنة وآخر ونسة. هسه يكون بقوله في شنو بس عليك؟ أنت ما بعرف، أنا الزود لا أستمر تحت له، والراجل ده عامل لي حساسية شديدة خلاص يا أخي. عارف لو ما حسمه أنا حيكون لي معه كلام، أنا خلاص زهجت وأخلاقي ضاقت عديل كده. السلام عليكم. شنو ده؟ مالك يا أخي؟ عوذ بالله يا أخي. شوفوا لنا حي يا سياد البلد. عليك الله أمشي في مشيك، ونحن ما ناقصنك يا بلباص. يا أخي ما تعكر مزاجنا عليك الله يا أخي. أصلوا زول ما لقى منكم حاجة أنتوا. ناشفين دنيا بتكل. زولك زولك جمالي ما بصدق، بالباص ولا غيره ده؟ منو؟ ها؟ طبا. لا إله إلا الله محمد الرسول الله. الله يبارك فيك. زيك الله يبارك فيك. صحتك؟ كيف أمورك؟ إزاي حوالك؟ إن شاء الله جديد. أنت عايش لسه من قرطة؟ عرفوا بعض، عملية غريبة جدا، معرفة دقيقة. تعرف أصحاب قدام صح؟ ظاهر عليهم مسألة دي فوق حاجة مريبة. ها؟ والحاجة شنو؟ يا أخوي أقول لك حاجة. ها؟ أنا بقوم أمشي عليهم. على منو؟ على ديل، يمكن ألقط لي معلومة كده تفيدنا. فعلا فعلا. وعامل كيف بشوالاتك؟ بقيت بزارع ولا الحكايه؟ والله مدردقه. ها؟ مدردقه. عامل شنو؟ الحمد لله كله تمام. تمام التمام. الله يبارك فيك. ها؟ وين واقع انت بياك؟ انا شغال في اعمال حره كده والامور ماشيه مستوره والحمد لله. تمام، لكن والله عيني بارده ما احسدك. لا 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 ما اقول ما شاء الله. منور. مستوره والحمد لله. وانت واقع ولا شنو جايبك فاضي كده؟ الله ياهو. ما عندك تشديره كده؟ هاك طيب يا صاحبي هاك، اعصر قلبك كذا لحد ما الاقيك. ها شكرا. شكرا يا ابو الرجال. ولازم تجيني في البيت. كيف ما بجيك في البيت؟ لازم. كيف ما بجيك؟ اجيك طوالي ما بجيك كيف؟ ضروري جدا جدا. اذا وصف لي اوصف لك البيت. لكن كده اعرف احوالك في الاول. لا انا تمام التمام. كله تمام؟ كله تمام، لكن ما قلت لي انت جابك شنو دي هنا يا ضبه؟ لا 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 كل شيء ولا ضبه دي يا معلم، ما تجيب سيره الضبه ده في خشمك اصله. أنا هنا اسمي صلاح الدين، فهمت؟ لكن ما فهمتني. آي خليك بالصورة يا صلاح الدين. آي يا حبيبي يلا عشان أوريك البيت ده. آي أنا عايزك طوال تكون معاي ونشوف أمورنا ماشية كيف. في هداك زورك يا مارك، أنا حاقوم أستفسر لك وأعرف لك منه كل حاجة. يا بلباص تعال يا بلباص تعال. شنو يا بلباص أخوي طوالي كده فايد ما قدر رجعني تاني؟ الفيه النصيب ولقينا تاني شنو؟ ربك كريم. كتر خيره صاحبك ضبة. تعرفه من وين انت؟ سلام يا راجل فاضل وناس وكل ذوق. قلت لي من ناحية راجل فاضل فاضل، لكن بتعرفه من وين؟ الله ما شغال معانا. شغال معانا نزيد؟ اي صحيح. وقال لي شغال مع السيد حامد وهدان. ايوه فعلا. اسمع انت يا بلبص، الزول ده بتعرفه من بدري؟ زمن سنين. هو طبعا ما دس مننا اي حاجه، كان صريح صراحه تمام،
ضب راجل ما أخين. وكان معاكم في نفس ال... آي كان معانا لكن ربنا هداه. يا أخوان يا أخواننا عليكم الله، الزول ده أبقوا على عشرة. ده كلامك يا أبو الباص؟ بنبقى لك على عشرة. شغال مع السيد حامد وهدان وساكن معاه في بيته. انت متاكد يا زول ضبه هنا في الغيب؟